سمع بص، كلام في الفن المسموع والمرئي وما بينهم، الاندر جراوند اللي مش اندر جراوند. الاندر جراوند مش اندر جراوند، ولا الاندر جراوند موسيقى مستقلة، ولا الموسيقى المستقلة هي الاندر جراوند، وايه العلاقة بين الاثنين دولت؟ وهل التراب والمهرجانات اندر جراوند ولا مش اندر جراوند؟ وامتى الاندر جراوند طلعوا فوق الاندر جراوند؟ شويه اسئله هنحاول نحكي فيها ايه اللي حصل في العشرة 15 سنه اللي فاتوا، وايه الاحتمال يكون جاي. مصطلح الاندر جراوند نفسه ليه معنيين. المعنى الاولاني ان انت تكون بتلعب مزيكا في منطقه الاندر جراوند، ودي في اوروبا. اول ما تقول كلمه اندر جراوند بتقصد بيها الاندر جراوند اللي هو المترو، يعني تحت الارض، ودولت موسيقيين بيلعبوا مزيكا، واللي معدي بيدي لهم فلوس تقديرا منهم لموهبته. الاندر جراوند بيدي معنى اخر، وهو ان انت بتلعب مزيكا في اماكن مش متشافه للعامه، بمعنى اصح اللي بيشوفوك او بيسمعوك مجموعه قليله جدا من الناس، ولذلك انت اندر جراوند. من منطلق الاندر جراوند تعالوا كده نحاول نحسب الساحه قبل موسيقى الاندر جراوند، حتى الان هنسميها الاندر جراوند، كانت عامله ازاي. الساحه قبل موسيقى الاندر جراوند كان موجود فيها، واحنا بنتكلم دلوقتي في مصر في نهاية التسعينيات، كان موجود فيها حميد الشاعري، مسيطر تماما على السوق بتاع الموسيقى الرائجة أو البوب ميوزيك أو الموسيقى السائدة. كان موجود كمان الموسيقيين الأقدم والمطربين الأقدم زي محمد الحلو ومحمد ثروت، كان موجود أيضا مدحت صالح، وكان موجود مجموعة من المطربين اللي كانوا بيقدموا الفن بتاعهم وليهم جمهور. في الوقت ده كان لازم تظهر فكرة جديدة، شكل موسيقي حتى كمان يكون مختلف عن الشكل اللي بيقدمه حميد، وده اللي احنا نقصد بيه الأندرجراوند. فتحي السلامة ويحيى خليل اتنين موسيقيين كبار كانوا شركاء في الثورة اللي عملها حميد الشاعري في المزيكا، لكن في الوقت ده فتحي سلامة ويحيى خليل كانوا كمان بيقدموا نوع من الموسيقى نقدر نقول ان هو مختلف عن السائد. لو انت حضرت الفترة دي كان صعب جدا جدا ان انت تدخل حفلة لفتحي سلامة او يحيى خليل من غير ما تكون حاجز قبلها بشهر. غير كده محاولاتك ان انت تقطع تذكرة وتقعد نفسها كانت في حد ذاتها خروجة وكانت متعة. النوع الفن اللي كانوا بيقدمه فتحي سلامة ويحيى خليل، وهو محاولة لمزج الجاز اللي هما الاثنين كانوا أساتذة فيه مع الموسيقى الشرقية، مع حفاظ فتحي سلامة على الشكل الشرقي واستخدام بعض التقنيات الحديثة في الصوت، وحفاظ يحيى خليل على الدرامز كآلة رئيسية بيعتمد عليها في كل حفلاته. الأوبرا والمراكز الثقافية المختلفة كانت هي المكان اللي فتحي سلامة ويحيى خليل بيلعبوا فيه الموسيقى بتاعتهم. بينضم لهم بعد شوية يحيى غنام، وبينضم لهم بعد شوية بعض الفنانين اللي بيلعبوا من وقت لآخر زي مثلا أحمد ربيع، وفي الوقت ده لسه إحنا مع الأوبرا والمراكز الثقافية. وإحنا بنتكلم عن الموسيقى دي كان لسه في حاجة ناقصة في المعادلة، برغم ازدحام الحفلات وبرغم إنها كانت بتقام في أماكن محترمة جدا، لكن لسه كان في معادلة ناقصة. المعادلة الناقصة دي إزاي إننا نعمل موسيقى مختلفة عن السائد، يعني بعيد عن حميد الشاعري وبعيد عن كل اللي بيغنوا في السوق، وفي نفس الوقت يبقى اسمها أغنية. ومن أهم أضلاع الأغنية الكلمات. الكلمات هي بالتحديد العنصر اللي كان ينقص في معظم الأحوال يحيى خليل وفتحي سلامة، برغم ازدحام حفلاتهم بالكامل اللي كانت بتبقى فولي بوكت. نهاية التسعينيات عندنا مركز الهناجر للفنون في الأوبرا، عندنا كمان المراكز الثقافية زي المركز الثقافي البريطاني، المركز الثقافي الفرنسي، المركز الثقافي السويسري. كل دي أماكن كان بيتجمع فيها محبي الموسيقى، ومن الأماكن دي بيبتدي تتكون نواة لأول فرقة موسيقية نقدر نقول بمنتهى الصراحة إن هم اللي بدأوا الموجة التالتة من الفرق الموسيقية في مصر، اللي احنا هنسميهم مجازا لحد ما نخلص هيتغير الاسم، لكن مجازا هنسميهم الأندر جراوند. هاني عادل، أحمد عمران، أدهم السعيد، ثلاثة موسيقيين ليهم خلفيات مختلفة خالص، بيتجمعوا في واحدة من الحفلات اللي بتتعمل في وكالة الغوري. بيقرروا ان هم كل واحد فيهم كان بيلعب في فرقة مستقلة ساعتها، بيقرروا ان هم يحاولوا يعملوا مع بعض شكل جديد لباند جديد، لفرقة جديدة تكون مستقلة عن اللي بيتقدم في السوق، وفي نفس الوقت تقدم المزيكا اللي هم نفسهم فيها. هاني عادل
بمجموعة أغاني كانت موجودة معاه من قبل كده، من قبل ما ينضم لهم. أحمد عمران عازف عود ماهر جدا وأكاديمي ودارس، وأدهم بصوت شرقي ونيرف شرقي، علشان نبتدي نكون نواة لفرقة اسمها الفار الرمادي، اللي بعد شوية هيبقى اسمها وسط البلد. طيب المزيكا وفكرة المزيكا موجودة، يظل العنصر الأهم وهو إزاي التلاتة دولت يطوروا شوية الشغل اللي بيعملوه أساتذتهم، وأنا مصمم أسميهم أساتذتهم فتحي سلامة ويحيى خليل، ويضيفوا العنصر اللي ناقص للأغنية وهو الكلمات. وعلشان تشتغل على كلمات فأنت محتاج شعر، وعلشان ساعتها تعمل فن بعيد عن السوق يبقى إذن أنت لازم تدور على روح جديدة في الشعر. هاني عادل أوريدي كان عنده شوية أغاني موجودة من قبل كده، وبيبقى مركز الهناجر للفنون هو المكان اللي بيتجمع فيه التلاتة دول، وهناك بيكمل العنصر الناقص اللي كان بيدور عليه الفار الرمادي اللي بقت بعد كده وسط البلد، وهو الكلمات. بينضم شعراء مهمين جدا اللي بيكملوا الموجة الثالثة من الفرقة الموسيقية، وهم منتصر حجازي، وليد عبد المنعم، ميدو زهير، محمد حسني، ومعاهم إياد أبو بكر، ثم حازم ويفي. وبتبدأ وسط البلد تعمل مجموعة من الأغاني وتنزل حفلات، لكن علشان تنزل حفلات مطلوب منك حاجتين. أولا تعمل بروفات. أول مشكلة كانت بتقابل وسط البلد إن أصلا مفيش مكان يعملوا فيه بروفات، ففي أيام عدت على وسط البلد بيعملوا بروفات في أماكن مفيهاش كهرباء، فبيضطروا يعملوا بروفات الصبح على ضوء الشمس. المشكلة التانية إن علشان تقدر تلعب مزيكا في الأوبرا ساعتها أو حتى بعض المراكز الثقافية أو مكتبة اسكندرية مثلا، كان لازم يكون ليك مستوى معين من الجودة، وتقعد لجنة تسمع اللي انت بتعمله علشان تكون مؤهل انك تلعب في الاماكن دي. للأسف في الوقت ده ما كانش لسه ده متاح عند وسط البلد، ولذلك كانوا بيعملوا البروفات في اماكن المتاحة عندهم لحد ما قدروا ان هم يوصلوا لشكل معين، وبدأوا يعملوا اغانيهم اللي بدأوا بيها زي لافت على غيري ويا علي، اللي في الوقت ده قدروا ان هم يجمعوا بيها مجموعة قليلة شوية تبتدي تسمعهم. بالنار كاويني الغدر يا يما، لافت على غيري بالنيل يا يما. بيقدروا يعملوا حفلات فيما يسمى في الوقت ده نقدر نقول ان هم اندر جراوند، زي مثلا الجاليري. جاليري اللي معروض فيه لوحات يعرضوا ان هم يلعبوا المزيكا بتاعتهم اثناء عرض الصور مثلا، او اي ايفنت خاص او اي حدث خاص في ملحق بالمراكز الثقافيه، زي مثلا حفله صغيره في المركز الثقافي الفرنسي، حفله صغيره في المركز الثقافي البريطاني، حفله صغيره في معهد جوتا، لحد ما بيبتدي اسم وسط البلد سنه ينتشر، وبتكتمل فرقه وسط البلد بدخول اسماعيل عجينه ومعاه شاعر مهم زي محمود رضوان، وبتبقى الفرقه هاني وادهم واحمد عمران واسماعيل عجينه وميزو وبوب. الورد اوف ماوث او الدعايه المنقوله بتبتدي توصل للاوبرا ان في حد بيلعب مزيكا وفي ناس بتروح لهم اسمهم وسط البلد، وبيبتدوا واحده واحده وسط البلد يتسمعوا في اماكن اخرى ويتطلبوا في اماكن اخرى، ويبتدوا يطوروا نفسهم لحد ما ياخدوا فرصه واثنين وثلاثه ان هم يلعبوا في نفس المكان اللي اساتذتهم فتحي سلامه ويحيى خليل ويحيى غنام يلعبوا فيه. مع بدايه الالفيه الجديده بيظهر مكان بديل تحت الكوبري اسمه ساقية الصاوي. محمد عبد المنعم الصاوي بيبتدي فكره يعمل مسرح ويبتدي يقدم فيه كل الفنون الموسيقيه اللي ممكن في الوقت ده تكون قابلت شويه صعوبات عشان تعزف في الاوبرا. وسط البلد بتستغل الفرصه اللي هي اصلا جاهزه ليها من الاول، وبتاخد الاغاني بتاعتها وتنقلها وتعزفها هناك، وبتزداد قوه وسط البلد واحده واحده لحد ما يقدروا يكونوا جمهور يملأ بسهولة جداً الألفين مقعد أو الألفين مكان اللي الساقية في مسرح النهر تقدر تشيله. الحفلات بتتملي فولي بوكت، ممكن جداً تلاقي وسط البلد بتعمل 4 حفلات في الشهر وثلاث حفلات في الشهر كلهم محجوزين. النجاح ده بيبتدي يلهم فرق تانية. الفرق التانية دي لما بيشوفوا وسط البلد بيقدروا يصدقوا ان النجاح اصبح ممكن، لان في شويه مشاكل اتحلت. البروفات نفسها بقت ممكن تتعمل في الساقيه، والساقيه نفسها هتعرض المنتج الموسيقي اللي بتقدمه الفرقه دي، وبقى اصبح متاح جدا ان انت بعد ما تكون الريبرتوار بتاعك او البرنامج الغنائي بتاعك تلعب في الساقيه. ومع اول سنتين من الالفيه 2001 و2002 وبين 2003 يبتدي يظهر كايروكي، مسار اجباري، بلاك تيما، عشان يراقبوا عن قرب تجربه وسط البلد اللي حفلاتهم اوريدي بدات تحقق نجاح.
معذور الثلاث فرق دولت اللي كانوا لسه بيبتدوا وكانوا واخدين وسط البلد كدليل او جايد. نقدر نقول ان الموجه الثالثه من الفرق الموسيقيه اللي لسه حتى الان اندر جراوند ابتدى. ليه اندر جراوند؟ نظريا انت تحت الكوبري، لان ساقيه الصاوي اصلا تحت الكوبري، فانت اندر جراوند لسه مش متشاف. ولكن الحركه اللي مش متشافه دي معظم الوقت الجمهور كامل، فده معناها ان برغم نجاح حميد الشاعري فوق على مستوى الموسيقى الرائجه، لكن لسه في شباب تاني عايزين يسمعوا جديد عن الجديد اللي اوريدي عمله حميد الشاعري.